أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ذنب يؤخر الله تعالى العقوبة عليه إلا البغي والعقوق. الله أكبر، البغي والظلم، وعاقبة الظلم دائما تعود عقباها على فاعلها. إنما يحيق مكر السيء إلا بأهله، إنما بغيكم على أنفسكم. وهذا الظلم إن شاء الله ينقسم إلى أقسام. الظلم الأعظم يقول تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهو ظلم لأنه جعل المخلوق في مرتبة الخالق، وصار يعبده من دون الله، أو يعتقد أن النفع والضر بيد المخلوق المسكين. وهنالك ظلم الإنسان لنفسه، وهو أن يرتكب المعاصي. وهنالك ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وظلمه لكثير من المخلوقات التي يراها والتي لا يراها. وعلى العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الذنوب ويقول: الذنوب مدونة في دواوين ثلاثة. ديوان لا يغفره الله، وهو الديوان الذي تثبت فيه كل الآثام والذنوب التي هي من طينة الشرك بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا نسأل الله أن يعفو عنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنالك ذنوب تدون في ديوان آخر، وهي الذنوب التي بينك وبين الله، وهذه إلى عفو الله أرجى وأقرب، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، واقتضت حكمة الله أن تكون رحمته قد غلبت غضبه. وأما الديوان الثالث، وهو الذي تدون فيه الذنوب التي لا يترك الله منها شيئا، وهي التي تكون بين الخلائق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث المفلس أن الرجل المفلس من أمة رسول الله الذي يأتي بحسنات مثل جبال تهامة، صلى وصام وزكى، لكن ظلم هذا، سفك دم هذا، وضرب هذا، وشتم هذا، واغتاب هذا، ومكر بهذا، وغش هذا، فيأتي الخصماء يوم القيامة فيأخذون من حسناته التي كالجبال على قدر مظالمهم، حتى تفنى حسناتهم، ويظل عديد من الغرماء لم يستوفوا الحق منه، فتطرح عليه سيئات فيطرح في النار. إذن فالإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يظلم نفسه الظلم الأكبر، أي أن يوحد الله لا يشرك به. والثانية أن يتقي الله تعالى فيما بينه وبين ربه، فأن يطيع الله ولا يعصيه فيما بينه وبين ربه. والثالثة أن لا يظلم الآخرين أبدا أبدا. وهكذا يرتب الناس حسب جرمهم، فنسأل الله العفو والعافية. فهنالك إنسان يعصي الله كما نحن نفعل، فعلينا أن نتوب. فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، هذه معروفة إن شاء الله تعالى. لكن الذي هو شر منه هو الذي عياذا بالله يعصي الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل فيما بينه وبين ربه، ويظلم الآخرين. وهذا يمكن أن تجد له بعد العذر إذا تاب، أن يبرئ ساحته بين هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة، أن يحاول أن يؤدي ما عليه من حقوق الآخرين ما دام في الدنيا، لأن في الآخرة ليس ثمة دينار ولا درهم، ولكن هي السيئات الحسنات. والثالث هو الذي عياذا بالله يظلم نفسه ويظلم الآخرين، ويستمر في ظلم الآخرين، ولا يريد أن يصلح من حاله، ولا يريد أن يبرئ ساحته من الناس. والرابع شر منه، هو الذي يفعل كل هذا زين ويجاهر بذلك ويفرح بذلك. والخامس من هو؟ درجة الخمسة هي الذي يفعل كل هذا ويحارب التدين. الله 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 الله، كما قال هذا الهالك، كان يقول بأن الحجاب ليس فريضة، وكان يستهزئ بالمسلمين، وقد فرح بما يسمى بمذبحة رابعة، بل كان من الداعين لهذا، داعين لسفك الدماء البريئة التي لا تحل أبدا
إلى أي أحد. الله أكبر، كل تلك الدماء. أو رب يا رب يا رب. والخامس هو الذي عياذا بالله يضيف إلى ذلك كله، أن يكون بوقا، بوقا للظلمة، يقف مع الظلمة ويدعو للظلمة ويهاجم كل من يريد أن يقول كلمة الحق. وربك يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله الله الله. لقد قال رجل الإمام أحمد بن حنبل أنا أخيط الثوب للظالم فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال أنت من الظالمين، أما أعوان الظلمة هم الذين يبيعون لك الإبرة، أما أنت من الظالمين. فإن الظلم والظالمين لا يمكن أبدا أن يجدوا لهم موطئ قدم أو قبول عند الناس واستغفالهم إلا بمثل هؤلاء السحرة الذين جلسوا على كراسي الإعلام فيخاطبون الناس فيشيعون والعياذ بالله حول البراء ما يعيبهم، ويشيعون حول الظلمة ما يجعلهم عياذا بالله يستمرون في ظلم الناس. فآليات الظلم وانتشاره هو هذا النوع. الله أكبر. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى أقواما تشدق هكذا، تشدق وجناتهم إلى شحمات آذاني، فقال من هؤلاء؟ قال الرجل يكذب بالكذبة فيصدقها الناس فتبلغها الآفاق، تبلغ الآفاق. من هو الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق؟ هم الإعلاميون الذين يزورون الحقائق ويريدون أن يبيضوا وجوه الظلمة ويشيعونها بين الناس ويحققوا مناهج أعداء الله في الأمة ومشاريعهم ومآربهم وأهدافهم. فهم عياذا بالله يقومون بأخطر عملية تزوير، لأن الظالم لا يمكن أن يجد له مكان بين الناس إلا بوجود هؤلاء المزورين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما في المعراج تقرض شفاههم بمقارض من نار، قال من هؤلاء؟ قال خطباء الفتنة من أمتك يقولون ما لا يفعلون. خطباء الفتنة الإعلاميون الذين يزينون الباطل ويقفون إلى جانب المبطلين ويدافعون عن الظالمين ويحاولون تبييض وجوه الظالمين واستغفال العوام من الناس حتى يتجرؤوا أكثر أكثر، بل تجدهم يناصرون من يقف إلى جانب أعداء الأمة والعياذ بالله. إذا كان هذا النوع والعياذ بالله ممن يموت نفرح لذلك. لماذا؟ نسأل الله تعالى أن يلحق بهم كل من يزور الحقيقة، وأسأل الله أن يكرم هذه الأمة بأن يقيض لها من ينير لها دربها وطريقها وأن يقول الحق. شوف أخيرا أقول هذه الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا نحن نتحدث عن موت هذا الإعلامي؟ علاش نقول لك؟ علاش؟ أولا لأن الدنيا تمر بسرعة ولا دوام لأحد. لقد قضى الله على فرعون وكان يزور الحقيقة ويقول أنا ربكم الأعلى، فقال فاليوم ننجيك ببدنك، والنمرود وكثير، كشك مات ومات قبله ذلك الذي كان يسجنه، مشى واحد مشى على الحق واحد مشى على الباطل، ويلتقيان عند الله تجتمع الخصوم. يحسبك قال يدوم لك هذاك الشيء؟ ثانيا هل سينجيك هؤلاء يوم القيامة؟ يلعن بعضهم بعض يوم القيامة، سيكون هناك حوار بين هذا الظالم وبين من وقف معه، يقول له أنا كنت أدافع عنك، يا أيها الذين استكبروا إنا كنا ندافع عنكم، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. حتى الآن يلعن بعضكم بعض الآن، غدا لن ينفعوك. الثالثة يا مسلما إن كنت لا تستطيع أن تقول الحق فلا تقول الباطل، وإن كنت لا تستطيع أن تقف مع المظلومين فلا تقف مع الظالمين. يرحمك الوالدين، والله لا يرحمك الوالدين. إن كنت لا تستطيع أن تقول الحق فلا تقول الباطل، ربي 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 خديم. سيكون لك عذر يوم القيامة إن لم تقل الباطل وسكت عن الحق، خوفا عن مالك، خوف. أسيدي المسلم يخاف، قال المسلم هل المؤمن يخاف؟ نعم يمكن يكون، يمكن. هل المؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى يمكن أن نعم، لكن المؤمن هل يمكن أن يكذب ويزور الباطل؟ لا لا لا.
لا. فإن كنت لا تستطيع أن تنصر المظلوم وأن تقول للظالم يا ظالم فلا تنطق بالباطل، فإن ذلك لن ينفعك يوم القيامة. والمسألة الرابعة إن شاء الله هي بالنسبة لنا نحن، فلنحاول أن نعيش بعيدا عن ظلم الآخرين. ظلم الآخرين إلا ظلم الآخرين يا أخي، إياك وظلم الآخرين. أرجو أن تكون الرسالة وصلت، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.